الأخبار بقى النادي الأهلي، تعالى نروح الأخبار العالمية والمنشطات ونشوف كمان الصحافة بتقول إيه. عبر السكايب هيكون معانا الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي، وقراءة في أبرز عناوين الصحف المختلفة. يا أيمن بونجور، طبعا معلش صوتي لو أنت سامعني كويس، أنا صوتي أوقات ما بكي ده، بس يعني مفهوم الكلام. هيرجع إن شاء الله. صباح الفل عليك يا أيمن، أنت شايفنا؟ شايفكم تمام. صباح الفل عليك. شايفنا وسمعنا كويس، صباح الفل. وعايزه بس اروح معاك سريعا للقراءه، لان النهارده معانا منشطات كتيره جدا، اهمها هبدا بكوره. المنشط عجبني بصراحه، بتكلم عن انجاز رائع، جوارديولا يعني يواصل كتابه التاريخ مع السيتي، وده اعتقد شيء كلنا شايفينه. تالق السيتي هذا الموسم، مش بس الموسم ده تحديدا، بس الموسم ده موسم استثنائي للسيتي، لان ناس كتيره كانت تتوقع، لو تتفق معايا ايمن، ان السيتي مش هيكمل للنهايه بهذا المستوى، لكن اللي احنا شايفينه غير كده. ازاي شايف اداء يعني السيتي حتى هذه اللحظه، حصده للبطولات كمان، ويعني فاضل له هنا تقريبا نهائي دوري ابطال اوروبا، فموضوع قريب جدا زي ما تقول، فرصه عالية. خلينا نروح معاك للنقطة دي. طبعا لا، جوارديولا مدرب، واحد من أعظم المدربين في التاريخ عموما. مانشستر سيتي مع جوارديولا عامل أرقام رهيبة خلال السنوات اللي جوارديولا مسك فيها الفريق. بنتكلم تقريبا من 2016 جوارديولا خسر البريمير ليج مرتين بس، كسبان 5 بريمير ليج منهم 3 على التوالي، زي فيركسون. يعني فيركسون هو المدرب الوحيد اللي كان كسبان 3 بريمير ليج، بنتكلم بشكل متتالي كمدرب، فكمان معاه جوارديولا. فكلها ارقام عظيمه، وزي ما انت قلتي هم خلاص، يعني بنتكلم حلم الثلاثيه التاريخيه قرب يتحقق. حظهم كان حلو ان ارسنال خسر، فبالتالي ماتش تشيلسي ده كان ملوش اي لازمه. فالراجل ريح النجوم. شفنا امبارح الصوره بتاعت دكه البدلاء بتاعت مانشستر سيتي، اللي هم اللعيبه الاساسيه اللي هو ريحها، حاجه مرعبه جدا. هالاند، جوندوجان، اسامي كيفن دي بروين، ادرسون، اسامي كبيره جدا. صحيح. هي اللي جابت تقريبا زي ما نقول كده الدوري. فالنهارده كل ده هو عشان بيستعد لنهائي الكاس اولا قدام مانشستر يونايتد، بعد كده هيستعد لمباراه نهائي الشامبيونز ليج، الحلم الاكبر لجوارديولا ومانشستر سيتي. انتر ميلان هنا بقى. بالظبط، يعني نتكلم في اول لقب دوري ابطال اوروبا في تاريخ النادي. المحاوله الاولى كانت قدام تشيلسي وفشلت، خسروها. كمان جوارديولا من بعد برشلونه ما كسبش دوري ابطال اوروبا. كل انجلترا وكل الصحافه، جوارديولا كل ما بيروح اي حته ما بيتسالش غير امتى هتكسب دوري ابطال اوروبا. فالنهارده هو عنده فرصه كبيره جدا ان هو يعمل الرقم القياسي بتاع انه ياخد الثلاثيه وياخد دوري ابطال اوروبا. فلا، مانشستر سيتي مع جوارديولا حاجه مختلفه طبعا في السنين دي، فريق ممتع. وحتى في مصطلح كده الناس بتستخدمه دايما، بيقولوا المنافس رزل، لان ليفربول لما خد منه دوري خدوا من دوري بالعافيه. النهارده ارسنال تصدر المسابقه، بنتكلم 30 جوله تصدر المسابقه، لكن جوارديولا اول لما بيلاقي الفرصه ان هو ينقض على الصداره هو بينقض عليها. لك ان تتخيلي ان مثلا ممكن ليفربول قبل كده جاب تقريبا 98 نقطه في الدوري، فيخسر الدوري عشان مانشستر سيتي مع 99 نقطه. يعني عارفه، يعني محبط لجوارديولا، محبط لاي حد عايز ينافسه، الموضوع بيبقى صعب. فلا، هو واحد من اعظم المدربين في تاريخ الكوره يعني، مفيش شك. رائع. انا عندي بس نقطه سريعه، انتر ميلان ولا مانشستر سيتي توقعاتك؟ التوقعات كلها طبعا تروح لمانشستر سيتي، ولكن برضو انتر ميلان عامل موسم اوروبي جيد. اكثر من رائع. بالظبط. وعلى فكره اللي انا ليه بقول لك، لان انتر ميلان كتير كان من الناس المحللين الرياضيين في اي مباراه سابقه ليه، التوقعات كانت دايما ان هو مش اللي هيفوز او بنسبه اكبر، لكن هو دايما بفوق التوقعات. فعشان كده انا كنت بسالك، طبعا القراءه الطبيعيه ان مان سيتي، لكن برضو في امكانيه كبيره ان يحصل حاجه فوق التوقعات ويفاجئنا انتر ميلان، هيبان على كل حال فعلا. طبعا لا، مفيش كره وزي ما بنقول كده، يعني باي معطيات فيها يوم المباراه الظروف هي اللي بتحكم. انتر ميلان
وارد يعمل مباراة ويخطف جون ويحافظ مثلا عليه، زي تشيلسي لما عملها مع مانشستر سيتي. الناس كلها كانت تقول ان مانشستر سيتي الاقرب، ولكن تشيلسي قدر يخطف المباراة وقتها يعني. بس لسه بدري يعني، ونفس السؤال اللي كان بيتسال برضه لجوارديولا، متى يفوز مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا؟ نفس السؤال بيتسال بس على صعيد بقى ايه لباريس سان جيرمان. طبعا يعني معانا خبر من صدى البلد، موقع صدى البلد بيتكلم عن اخر انتصار حققه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في جولاته الاخيره. بس انا مش هتكلم معاك عن باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ان هو خلاص كالعاده بيحسمه دايما لصالحه، ولكن فعلا متى سيفوز باريس سان جيرمان المدجج بهذه الكتيبه المميزه من اشهر واهم اسماء اللعيبه على مستوى العالم؟ ليه مش عاملين شغل على صعيد دوري الابطال؟ دي يعني نقطه. النقطه الثانيه، هل فعلا في احتماليه لرحيل ميسي ويعني مبابي عن الفريق الفتره اللي جايه؟ يعني والله كريم، الموضوع اعتقد يعني عشان برضو دايما بنتكلم ان ما فيش حاجه اسمها لعيبه بس عشان خاطر تكسب بطوله كبيره او عشان خاطر يبقى الفريق بتاعك مرعب بالمعنى ان هو فريق مرعب، مش بس مجرد اسماء. لازم المنظومه كلها تبقى يعني كل حد بيأدي دوره. يعني زي ما بنشوف في مانشستر سيتي، ممكن اسامي اللعيبه ما تبقاش هي نفس اسامي اللعيبه اللي في باريس سان جيرمان. ما فيش ميسي، نيمار، دلوقتي راموس، امبابي، يعني فيش الاسماء دي. طب والنبي يا عم ايمن، يعني الاسماء دي مش لوحدها كاسماء كفيله بان هم يفوزوا بدوري الابطال؟ احنا بنتكلم على احرف لعيبه في العالم. لا ده في البلاي ستيشن بس، وحتى في البلاي ستيشن لو انت ماسك الدراع ما بتعرفش تلعب هتخسر بيهم. فهي الفكره ان هم كمنظومه دايما عندهم مشاكل، ان الفريق مش تحت السيطره الكامله. باريس سان جيرمان تقريبا في الحقبه دي تاهل لنهائي الشامبيونز ليج مره واحده وخدوا مركز تاني. قد يكون هذه الفتره الوحيده اللي هم كانوا الى حد ما متماسكين فيها فنيا بشكل امثل، لكن حتى مع في ظل وجود ميسي وجود نيمار وجود امبابي دايما هتلاقي فيه مشاكل، كلام على العقود، الكلام على مين الاجازات، الكلام على الامتيازات. النهارده فعلا باريس سان جيرمان في كلام ان هو عايز يتخلص من نيمار، في كلام ان خلاص ميسي عقده بينتهي ومن الصعب جدا تجديده، خصوصا يعني شفنا الفتره الاخيره ميسي بيروح السعوديه مثلا في جوله ترويجيه بالنسبه له، فالنادي يقول لك انا ما كنتش عارف، هتطلع عقوبه. يعني نتكلم في كلها في حاجات اداريه، لان الفريق زي ما انت شايف يعني كله نجوم. بس الجمله قاسيه قوي يا ايمن، جمله ان الفريق بيفكر مؤخرا في انه يتخلص من نيمار. نيمار حد في الدنيا فكر يتخلص منه؟ ده يعني كل الانديه بتفكر ازاي تجيبه عندها بالظبط. لكن هي دي التقارير، ان الامور اعتقد صعبه في باريس سان جيرمان. حجم الرواتب ضخم جدا، الفريق ما بيكسبش دوري ابطال اوروبا. وارد ان يعني خلاص، ونيمار كل فتره كده بتلاقي عنده الاصابات اللي بتجيله دي، يعني الامور ما بتبقاش افضل حل ليه. لا يعني حتى مبابي، يعني حتى بعد ما جدد بالعقد الضخم ده والتجديد، وارد ان في اي لحظه تلاقي مبابي نفسه بيمشي. يعني باريس سان جيرمان اعتقد من الصعب ان احنا نلاقي مشروع بيكمل ان هو ياخد دوري ابطال اوروبا، لان للامانه مشروعه عمره ما كان زي مشروع مانشستر سيتي خالص يعني. رائع جدا. هنروح معاك لسكاي نيوز عربيه كمان يا ايمن، والمنشط بيتحدث عن دوترمان بينتهز الفرصه وبيقفز لصداره الدوري الالماني. سؤالي هنا بقى، فكره ان هو يقفز لصداره الدوري، هل اصلا التشانسز بتاعته ممكن فعلا يحقق او يفوز باللقب؟ احنا بنتكلم من 2012 تقريبا ما فاز باللقب وهيمنه بايرن ميونخ في اخر 10 مواسم على هذا اللقب. فرصة دوترمان هنا بتشوفها قد ايه؟ والطفره اللي حاصله برضه في نفس الوقت عندهم هذا الموسم تحديدا، راجع لايه من وجهه نظرك؟ اتفضل يا ايمن. الدوري الالماني عموما هو دوري قوي، دوري تنافسي. يمكن احنا في الوطن العربي صعب شويه ان الناس كانت تتابعه في فتره من الفترات بسبب حقوق البث، لكن اعتقد الموسم ده يعني بقى في قنوات رجعت تنقله تاني للوطن العربي، ففي ناس بتحب تتفرج على الدوري الالماني. اعتقد ان بايرن ميونخ الفتره الاخيره اداريا، يعني بايرن ميونخ دايما احنا بنديله يعني حاجه زي نموذج، يعتبر نموذج في مساله الانضباط ونموذج في المستوى الاداري. لكن الموسم ده بيعملوا حاجات غريبه. النهارده هو بيمشي كان ناجلزمان المدرب، رغم ان هو كان محقق نجاحات او يعني محقق انتصارات، فجاه بيقولوه بيجيبوا تخل.
الامور غريبه جدا داخل الفريق، اسمها خناقه ساني وماني، خناقه معرفش مين، يعني الامور في بايرن ميونخ مش افضل حاجه. بروسيا دورتموند انتهز الفرصه خلاص، يعني نتكلم المباراه الاخيره لو دورتموند قدر ان هو يكسبها خلاص هو مش هيحتاج اي حاجه من مباراه بايرن ميونخ اللي هيلعبها، وبالتالي يبقى هو بطل للدوري. قصه طبعا سباستيان هولر، هذا المهاجم اللي عاد من السرطان وحارب مرض السرطان ورجع تاني بيسجل وبيهدف، برضه من القصص الحلوه في الكوره ان هو يقود فريقه للدوري الالماني. فلا يعني بروسيا دورتموند كل فتره كده، حتى هو اخر دوري خده نتكلم زي ما انت قلت كده كان ايام يورجن كلوب، فبنتكلم من سنين بعيده قوي. فلا يعني دورتموند كل فتره كده بيبقى بيعمل حاله، وجمهور دورتموند جمهور من افضل الجماهير في العالم، فهتبقى حاجه جميله يعني ان برضو بالظبط بالظبط هيمنه بايرن لما هتسقط على ايد بروسيا دورتموند. ولكن احنا محتاجين نشوف السنه الجايه هل اداره بايرن ميونخ يعني هتتغير وترجع تاني يعني لسابق عهدها اللي احنا نعرفه، ولا الازمه الاداريه اللي في الفريق دي ممكن تضره لسنوات، لان برضو عندهم لعيبه بنتكلم نوير مولر، دي لعيبه من اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده سنين في الفريق وارد جدا ما نلاقيهمش بعد كده. فهل هيبقى في تغيير ما في بايرن ميونخ فني؟ لكن اهم كان ما يميز بايرن ميونخ ان هو اداريا فريق منضبط، صحيح ده ما كانش موجود في الفتره الاخيره، فعشان كده تمام. اعتقد ان هيتعاقبوا بموضوع الدوري ده. هي الدوله نفسها مشهوره طول عمرها بالانضباط يعني الحقيقه، فبطبيعه الحال طبعا لازم ده ينعكس على كل الفرق. طيب انا اخر خبر بقى عايزين نتكلم معاك فيه جاي من موقع الرياضيه، المانشيت فيه بيقول اليوم نيوكاسل امام حلم الابطال. وانا سؤالي ليك، بعد ما نيوكاسل يعني ضمن خلاص المركز الرابع وبالتالي ضمن مشاركته في دوري الابطال، هل ده في حد ذاته ممكن يبقى معناه بشكل او باخر ان وارد ان الموسم الجاي ينضم لهم كريستيانو رونالدو؟ وانت عارف طبعا فكره انه بيفرق على المشاركه وعلى يعني انه يختم يعني مشواره بلقب دوري الابطال، فالى اي درجه ممكن تبقى دي فيها اشاره لهذا الامر؟ لا يعني كل شيء وارد بخصوص كريستيانو رونالدو، شايفين طبعا اموره في السعوديه مش افضل حاجه فنيا، يعني فريق النصر يعني اعتقد لو ما خدش الدوري، لو تعثر وما قدرش ياخد الدوري هتبقى مشكله، لان يعني برضو لما تكون جايب كريستيانو رونالدو هتنظم كاس العالم للانديه على بلدك وما يلعبش فيه كريستيانو وما يلعبش فيه النصر، ده اعتقد امر صعب جدا. كريستيانو اكيد لو في فرصه ان هو يرجع يلعب تاني تشامبيونز ليج هيرجع، لكن دي برضه توقف على هل الإدارة، يعني عارفين كلنا نيوكاسل حاليا تحت إدارة سعودية، هل الصفقة ممكن تتم أو لا؟ يعني الله أعلم. هل أصلا المدرب بتاع نيوكاسل ممكن يحب فكرة إن كريستيانو رونالدو يبقى معاه ولا لا؟ لأن خلي بالك فريق نيوكاسل ماشي بشكل كويس، الناس كلها كانت متخيلة إن نيوكاسل هيعمل ثورة في الانتقالات ويجيب لعيبة بأرقام قياسية فلكية، لكن ده ما حصلش. هم كونوا فريق مميز جدا وفريق متماسك وعمل نتائج مميزة جدا في البريمير ليج وكسب المباريات اللي هو المفروض يكسبها. النهارده بنتكلم خلاص هو يعني محتاج نقطة واحدة من ماتشين عشان خاطر يضمن التأهل تاني لدوري ابطال اوروبا لاول مره من 19 سنه، وهو فريق يستحق على اداؤه هذا الموسم. فوارد ان المدرب اصلا يقول لك ان لا كريستيانو رونالدو وجوده ممكن يعمل لي مشكله في اوضه اللبس، ممكن يعمل لي مشكله فنيه، لان كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد ما استحملش ان هو يقعد بديل، ما بالك في نيوكاسل. يعني انا شايف ان الامور صعبه. كريستيانو الخطوه اللي هو خدها للمملكه هي خطوه بنتكلم كبزنس بشكل اكبر، وكمان الراجل هناك سفير يعتبر رياضي للمملكه، فيعني اعتقد هي صفقه منها رياضيه ومنها فيها جانب هي مشروع يعني ترويجي قومي وبزنس، قبل اي حاجه هي مشروع قومي بالمعنى الحرفي للكلمه. فما اعتقدش ان حتى السعوديه حاليا ممكن توافق ان يعني او يبقى عندها النيه ان كريستيانو يخرج من الدوري، ده بالعكس ده هم وجود كريستيانو بالنسبه لهم شايفين انه عامل جذب، لان هم الانديه هناك كمان دلوقتي بتتفاوض مع نجوم كبار عشان خاطر يبقوا موجودين على حس كريستيانو. بس هو يعني احنا بنتكلم المحك هنا هو حجم رضا كريستيانو ذات نفسه
ورغبته في الاستمرار من عدمه. ولكن سبحانك يا رب احنا وصلنا لايام بنسمع فيها كلام غريب قوي. حد يعني انا واحد من الناس ما عمريش تخيلت ان انا ممكن اسمع جمله مثلا ان الفريق الفلاني ايا كان ايه هو بيفكر يتخلص من نيمار، والجمله الثانيه اللي ما تقلش عنها كصدمه فكره ان كريستيانو رونالدو ممكن يبقى غير مرحب بيه في اي نادي من الانديه. ايام عجيبه. الكوره رايحه بينا على فين يا عم ايمن؟ ما خلاص بقى عجزنا عليه العوض عليه العوض. الناس دي عجزت خلاص بقى. لا يعني دي سنه الحياه. بطبيعه الحال زي ما شفنا زيدان بيعتزل، وزي ما شفنا رونالدو الظاهره بيبطل كوره، وزي ما شفنا نجوم كبار يعني في الفتره الاخيره اللي هي اللي احنا ابتدينا معاهم الكوره بيبطلوا، ومالديني ونيستا ويعني كل الناس الجميله دي بتبطل. هنشوف يعني عشنا ظهور كريستيانو وميسي، فاحنا لازم نتقبل فكره ان احنا هنشوف كريستيانو وميسي بيبطلوا كوره. يعني كل واحد هو الحقيقه هم امتعونا بما يكفي طول السنين اللي فاتت. ويعني فعلا احنا بنتكلم على ظواهر كرويه مختلفه، وعن فعلا ناس سابت بصمه لن تنسى بطبيعه الحال ابدا. يعني احنا بنشكرك على وجودك معانا ايمن، نورتنا. شكرا جزيلا. دي صحيناك يا ايمن بدري، معلش صباحك العقاقه. مفيش مشكله عشان انتوا حبايب، نورت الدنيا.